ومن منطلق ان فاضل على الحلو تكه زي ما بيقولوا، شايف التكه دي أيوة. ازاي يعني مباراه النهائي؟ التكه مش سهله برضو. هو اكيد هو قدر النادي الاهلي دايما ان احنا بنحتفل بعد البطوله، يعني احنا ما بنحتفلش بعد مباراه، بعد الفوز بمباراه، دايما اللي بيفرح اخيرا بيفرح كثيرا. صحيح. من الاخر يعني. بس طبعا مباراه كايزر تشيفز انا بشوفها مباراه دمها تقيل جدا جدا جدا، دمها تقيل، فرقه رخمه يعني، فرقه اللي هو بيقولوا بقى ان هو فرقه سهله او كده، لا فرقه هقول لحضرتك مشوارها في البطوله اصلا مشوار غريب، اصل يكون ان هي وصلت للنهائي اساسا معناه ان هو فريق مش ضعيف طبعا، بس هي المباراه بالامس الوداد كان بيلعب كويس جدا بصراحه. طبعا بس هي مشوارها في البطوله سيناريو غريب، سيناريو اللي هو رايح يعني مثلا اول حاجه في دور ال 32 اللي هو قبل مرحله دور المجموعات خسروا، كانوا بيلعبوا بريميرو دو اغوستو الانجولي، خسروا على ملعبهم 1-0 او اتعادلوا 0-0 وراحوا في الاياب كسبوا 1-0 بره ملعبهم. فدي اول حاجه كده سيناريو غريب. بعد كده في دور المجموعات اتعادلوا اول ماتش، بعد كده خسروا من الوداد، فالكل قالك هم خارج بره البطوله، كملوا وكسبوا بعد كده، جم في اخر مباراه في دور المجموعات كان الوداد هو الاول، كانت المنافسه ما بينهم وما بين حريه الغيني، في اخر ماتش هم اتعادلوا 2-2 في الدقيقه 76 ونجحوا ان هم يتاهلوا تاني، فالسيناريو بتاعهم يقلق شويه. بعد كده طلعوا مين في دور الثمانيه؟ قابلوا سيمبا اللي هو كان متصدر مجموعه النادي الاهلي، خرجوه كسبوه 4-0 وبعد كده اتغلبوا 3-0. بعد كده خرجوا الوداد اللي هو كان المرشح الاول ان هو يوصل للنهائي لان النهائي كان على ملعبه. صحيح. ففرقه فعلا يعني نقدر نقول مباراه مش متوقعه، مش دمها تقيل و50 50، طالما وصلت النهائي يبقى الفرقه 50 50 طبعا. بس ممكن لو رجعنا ل 2002 ساعه لما الاهلي برده كان لاعب نفس الفريق في السوبر الافريقي وكانت النتيجه 4-1 وقتها كمان للنادي الاهلي، هل دي اشاره ما لشيء؟ وشها خير، وشه خير علينا، بس برضو لازم علينا احترام الفرقه بشكل كويس جدا، علينا دراستها، علينا الدعم، علينا ان نعرف ان لسه ما خدناش البطوله، لسه في مباراه نهائيه، وعلينا ان احنا نقف ورا الفرقه، وزي ما قلت لحضرتك من يفرح اخيرا يفرح كثيرا، دي نقطه مهمه جدا. طيب لو برضو اتكلمنا في النقطه دي وسالتك هل كان ده السيناريو الافضل ولا كان لو كنا قابلنا الوداد؟ يعني لان احنا حسب ما بنشوف التحليلات المختلفه لا كله كان نفسه ان احنا الفاينل يبقى مع كايزر احسن. هي الفكره ان خلاص يعني انا بشوف ان اللي حصل حصل، يعني هو طبعا الوداد كان هيبقى عشان على ملعبهم فهتديهم فيها النسبه يعني افضليه ليهم شويه، لكن انت دلوقتي رايح تلعب في ملعب محايد ما بينك وبين كايزر تشيفز فالسيناريو افضل شويه، فالنسبه 50 50 السيناريو افضل، ولكن برضو علينا احترام الخصم وزي ما قلت حق قدر النادي الاهلي هو دايما الاحتفال بعد البطوله، احنا ما بنحتفلش بالوصول للنهائي، احنا بنحتفل بعد البطوله. وحياتك وساعات ما بيبقاش عندنا وقت نحتفل بعد البطوله بمنطلق ان بعد ايام او اسابيع في بطوله ثانيه، احنا نفسنا نفرح. ما ده اللي حاصل حاليا، امبارح انت بتريح جزء من اللعيبه الاساسيين وتدخل بعض اللعيبه اللي هي عايز ترجع اجاييه، عايز ترجع وليد سليمان، عايز ترجع حسين الشحات، ليه؟ لان انت عندك يوم الخميس مباراه بيراميدز عايز تكسبها عشان تمشي في الدوري كويس. ايوه فده قدر الفرق الكبيره اللي هي زي النادي الاهلي. صحيح. طيب لو احنا اتكلمنا بقى عن المشهد الجميل امبارح، مش بس قلنا وهنقعد نكرر مش فوز حلو لا او عظيم، لا احنا شفنا كوره حلوه قوي طبعا. فعلا ويمكن لحضرتك تتفق معايا يا دكتور طبعا. من بعد الراحه دي والعوده مره ثانيه الاداء افضل بكتير، وتحس كمان بدنيا واللياقه عند اللعيبه احسن. ده بصراحه يعني كانت رؤيه ممتازه جدا من الجهاز الفني من مستر بيتسو، يعني ان هو يدي للعيبه راحه لان اللعيبه تلاحم مواسم كتير جدا. صحيح. فانت كانوا محتاجين راحه وفي نفس الوقت اشتغلوا برضو على الجانب، تحيه يعني مدرب الاحمال البدني ان هو قدر ان هو يرجع الفرقه، شفنا حتى تفوقنا في الشوط الثاني في المباراتين. صحيح. ده دليل ان الفرقه واقفه على رجليها صح والبدني بتاعك شغال صح، فده دليل. صحيح. تحيه لمدرب الاحمال البدنيه.